احنا من ضمن الناس اللي بنعرض هنا في المعرض، واحنا دايما بننزل مع علاء وتمام. يعني طب متوسط الاسعار هنا ايه؟ متوسط الاسعار بيبقى في حدود ال 100 150، فاعتقد ان هو في متناول الجميع. يعني طب المعرض يعني مغطي كل المستلزمات بالنسبه للبنات؟ طبعا، يعني من الالف الى الياء. احنا متخصصين في الهدوم، في ناس متخصصه في الاكسسوارات، فضه، بيجامات، حاجات اطفال، حاجات العيد، يعني في كل حاجه. انا عارض عندي منتجات مغربيه، منتجات للحمام المغربي، الليفه والصابونه. الفكره بشكل ملخص وبسيط جت من كوني في البدايه مدون رحاله، بعد ما مشيت للمغرب ولقيت الموضوع لطيف، وليه الحاجات الجميله اللي هناك ما تبقاش عندنا مجتمعنا كخدمه للمراه والانثى المصريه. ايه رايك في المعرض؟ لا كويس، حلو حلو، في حاجات كتيرة حلوة وأسعاره حلوة. طيب هل شايفة المعرض مغطي كل اللوازم وال في حاجات كتير، يعني كل حاجة تقريبا، ممكن أغلبية الحاجات اللي بنحتاجها كلها موجودة. يعني لا جميلة، واحنا لسه داخلين بس شكله حلو. يعني طب ايه رأيك في الأسعار؟ احنا لسه ما لفناش قوي، بس يعني انا واخده فكره ان الاسعار كويسه، مش غاليه قوي. والله هو كويس، بس يعني مش عارفه اقول لك بالظبط. يمكن في كولكشن جديد بس مش قوي، يعني مش كل المنتجات الجديده بالظبط، في لا حاجات مختلفه. هو حلوه قوي ومغطي حاجات كتير، يعني في كذا حاجه وكده. الاسعار كويسه، يعني مش غاليه قوي، ارخص من المحلات. الاوبن دي هنا هايل ومغطي حاجات كتير، وانا شخصيا بعد ما اخلص شغلي هعمل الشوبينج بتاعي من هنا برضو. هو جميل، انا اول مره اجي، بس الحاجات ماتيريال بتاعتها حلوه جدا، وكولكشن مش ممكن تلاقيه بره كتير. طب انت شايف المعرض مغطي كل الالتزامات والاحتياجات؟ اكيد. طب وبالنسبه للاسعار؟ لا الاسعار كويسه، متوسطه، مش غاليه قوي ولا رخيصه قوي، والماتيريال بتاعتها تستحق ان هي تبقى اسعارها عاليه كمان. احنا حابين نعمل معارض تكون في متناول الجميع بالاسعار. البنات للاسف البنات المحجبات عندهم دايما مشكله في اللبس بتاعهم، الحاجات دايما قصيره، يعني مفيش حاجه تناسب المحجبه فعلا. فاحنا كنا بنعمل لهم ديزاينات تبقى تناسب المحجبه، تبقى طويله بكم وفي نفس الوقت تبقى فاشنبل وتبقى شكلها حلو. بس فدي فكره المعرض، وكمان المعرض فيه كل الحاجات اللي البنات بيحتاجوها، من اكسسوارات، من مكياج، من الى اخره، يعني كل حاجه.